اليوم قضى إمامنا الجواد وعمره الشريف 25 عاما. أويلي بالحسين وش ما بيه مصيبة مصيبة مغيبة وليعقوب ومسج بن حيبة. أنا ريدك على سالم تجيب أولا يا 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 أنا ريدك على سالم تجيب. استجاب الله دعاء ليلى. تقول 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 الله ام بعد ام فارقه وليدها. الله يساعد كل حبيب. اي والله الله يساعد كل ابو فقد ابنه. الله يساعد كل ام فقدت ولدها. اللهم بحق فاطمه احفظ شيعة العراق واحفظ امهاتنا من كل سوء يا الله. يا محمد الجواد يا سيدي هذه الابيات واسالك الدعاء. جيتك يا الجواد وتدفعني لا مال من نقص الأرض قاطع مسافات. شفت الناس منك تمشي بسرور يقولون الجواد انطانا المرادات. انت يا سيدي جيتك والقلب تمليه الهموم وذنوب ذقال 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 ومحمل خطيئات هالكني الحزن وظروف الأيام. عندك باب فتحة واطلب حاجتك. هالكني الحزن وظروف الأيام حوائج صعبة عندي وكم حسرات. شفت ما كل يضم أسرار بالناس جيت تحجيها لك يا طيب الذات. يا مولاي يا بني يا بمذلة مذلة الطلبة لو كانت من الناس لكن يمك عزيزة لعند حاجات. جريت دموع عازب باب المرات لكن نجريت دموع باب المراد وعلي شاهد عيون المنارات. انا ردت اقسم لكين بيعشق سمعليك. انا ردت اقسم لكين بيعشق سمعليك. اشوك الهن مصايبكم عظيمات عظيمات. اولا انا اقسم بضلع فاطمة اخاف انا هذا يا ذيك. انا اقسم بضلع فاطمة اخاف انا هذا يا ذيك. اذن خل اخذك للغاضريات. انا احلفك بالرضيع النحر مذبوح. عالفاياك بالرضيع النحر مذبوح لو عباس وتفوف القطيعات. يا بنو نحر الحسين وسهم لفات او صدر الرضر ظنه الأعوجيات. لو أقسم عليك بطفلة حسين رقية مولاتي يا باب الحوائج. لو أقسم عليك بطفلة حسين لو بالخدر الراحة سبيات يا الجواد. لا ما أحلفك ما أريد أذيك يا من كلك لطف يا أبو العطايا.